وشوشة. وكل سنة هو طيب وقبل 100 سنة يا رب، وفنان جميل وما فيش زيه، وعامل لنا كده وجهة جميلة للفن المصري والفن العربي. وأنا كان ليا الشرف إني اشتغلت مرة واحدة مع فيلم نوم في العسل في السينما، وللأسف للأسف كنت معايا في السنة دي في مسلسل فالنتينو. سمعني؟ مع حضرتك. فالنتينو اللي كان مفروض ينزل في رمضان السنة دي، بس ملناش حظ بقى. فكان نفسي طبعا، كانت هتفرق بالنسبة لي جدا، لأنه مسلسل جميل والشغل معاه ممتع، وبني آدم مثقف وراقي ودمه خفيف وظريف وإنسان يحتوي كل اللي موجودين حواليه، تحس إن هو فعلا الكبير بتاعهم، يعني هو فعلا الزعيم وهو الزعيم. ربنا يديه الصحة وطول العمر ويعيش ويمتعنا بأعماله اللي على مدى السنين اللي فاتت كلها، ولسه إن شاء الله يعني هو عنده الكثير الكثير اللي لسه يديه لنا إن شاء الله. ربنا يديه الصحة ومعرفش إن شاء الله نكمل بعد رمضان، ونعرض حتى برا رمضان أو رمضان الجاي عليك خير كل شيء نفسه. بس إنما الشاشة مفتقدة بصراحة، يعني إحنا مفتقدينه، لأن إحنا تعودنا يعني حتى في الإعادات الأيام دي كل القنوات كانت بتعيد قبل رمضان على طول كل مسلسلات، يعني هو بيغني الشاشة بيثري الشاشة كده، يعني يعني في كده عظمة، يعني هو يعني عادل إمام زي ما نقول أم كلثوم وعبد الوهاب ومجيد الريحاني وعادل إمام وسمير غانم، في ناس كده مش بتتعوض. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشك.